احنا اليوم فضلنا المخزن لنا على حسب كلام صفحات الفيسبوك هتخش بعض. السلام عليكم. هل منكم ممكن يستنوا في حلقة الجمعة هذه باش يعرفوا شو صاير في طرابلس؟ انا اقول لكم الموضوع ابسط هلبة من المواضيع اللي تقروا فيها في النت ولا الحاجات اللي تتفرجوا عليها على التلفزيون. الصراع اللي صاير وببساطة شديدة هو صاير على الفلوس وعلى السلطة، وكل طرف يشوف ان هو ليه الاحقية ان هو يقرر مصير البلاد، وهم مصدقين ان هم اوصياء على الشعب وهم متحكمين بزمام الامور. يا ايوه هوليوودز، شوفوا في مثل يقول الطريق لجهنم مقطرنا بالنية الباهية، وهذا اللي صار لشبابنا. اغلبيتهم طالعين يحاربوا وهم معتقدين ان هذا صح وهذا اللي صار في البلاد، بس للاسف اللي حركوا فيهم من فوق لا هم مهتمين لا بالبلاد ولا باللي عايشين فيها. احنا بالنسبه ليهم ارقام وارقام وبس، وانا متاكد ان جزء كبير من المعارك اللي صايره والضرب في العشوائي والسبطانات فوق لان الشباب خايف يحط عينه في عين اللي قاعد يحارب فيه، يلقى روحه يا قاري معاه يلعب معاه كوره يا يكون له تيرانه تشيشه، ومسيبين ليبيا كلها وقاعدين في التركينة. الشعب كله مولي فايبريشن يا رجل. الصغار تهنوا بطفولتهم، الأشباب عاشوا حياتهم، الأشيابين وعزايز قدروا يكملوا باقي أيامهم بهدوء. يهبلتون النهارات. من جهة ناس تحت الضرب ودبابات والحكاية شايشة. تبدأ تستنى غرفة جرين دايزر يطلع ويسلم عليك بس. وتنزل شوارع تانية تلقى شوبينج وكافيهات وناس تاكل بانكيك صحتين. والسريع فاضي. تخش صفحات النت تحسب الدنيا بتتم غضب. من الأخير الوضع جاياته حالة انفصام في الشخصية. الشعب درتوله زي لما مرت البو تضرب الصغار والبو مهناش، وأول ما يجي البو تبدأ تطبطب عليهم. لا ويطلع لك واحد ويقول لك احنا جايين وسوف نطهر المدينة. تشم زل بتطهروا فينا احنا حتى العربي لبسناه. يحررونا لن شيء تم السوق. غير بالله هنهم قصيركم اللي طالع برا بكانه يوليلة وديروا زي صاحبنا هذاك وسب سرقينا. رانا مش مهجرين منكم رانا. ولا انا ساكنين فوق عشو مالكم. وكل واحد في البلاد هذه عنده الحق انه يعيش فيها زي اي بني ادم تاني على وجه الكوكب. اهو تشن جو الغزوات اللي تديروا لي فيه. جايينكم يا جايينكم مكسدين، نزلوا لعبه على الموبايل ولعبوا بها، اشروا بلاي ستيشن ما عندكمش نشروا لكم احنا. تبي ليش بيكون موقفك لما ربي ياخذ امانته وتلقى قدامك صربوط الدعوات اللي جايينك وانت ما تدريش شو استفدت؟ فلوسك فدوك، السلطه فادتك، علاقاتك فدوك. راه الموضوع مش مبنى جوازات، لا والشارعات ماش حيدخلك الجنه ولا حيطلعك من النار، ما فيش واسطه غير. فيا شعبي تربحوا، بدلوا الموت بالعيشه الباهيه، بدلوا اطماعكم وانانيتكم بالمشاركه في الحاجات الكويسه. شيرينج سكيلينج، يسركم نقان ويسركم سحر ويسركم كره لبعض يا رجل. ما يفوت في بلدان تانية ما تبيش البلاد تتهنى. شوف انا معك ومعك بالهلبة، لكن الناس هذه ما كانش حتقدر تدير ولا حاجه من غير الليبيين اللي حطوا تسعيره على البلاد. وراو اللي حاطين تسعيره على البلاد زي وزيكم من يومينكم تيوف كل حوش في واحد بيوع وكلنا مورقين له غير احنا نسايروا مليح بس، لان احنا حياتنا كلها ولد مجاملات ولا وشنو الناس بتقول علينا. والدين اللي المفروض نمشي بيه على الطريق الصح ناس خداتها واستعملتها بشترها بيه الناس تي والله لا عيب والله. ومره ثانيه بنعودها الحل راهو في ايدنا، والمشاكل هذه من تحت ايدنا. يعني احنا الداء واحنا الدواء، يعني ينعيشوا مع بعض ينتموا مع بعض. وراهو النحاس اللي في الهواء ما يميزش بين الناس، والخوف مع عمره ما يطول العمر. منشن للناس اللي تبغى تسمع الكلام هذا حتى لو كانت من الناس اللي انتم تخافوا منهم، راهي كلها عندها فيس وكلها تتبع. ويا صفحه شركه الكهرباء اتقوا الله يا راجل، كل ما تصير مشكله تطلع حاجه مضروبه لكم تياسر يا عين. دعواتكم مهمه وافعالكم اهم. كنا معكم من برنامج المخزن الحلقه الرابعه. ثانك يو.